على شاشة الام تي في عم تابعوا الساعة 6 مسلسل دنيا، المسلسل الكوميدي السوري اللي بياخذنا على خفايا وتفاصيل المجتمع السوري ولكن بطريقة طريفة وكوميدية مع أمل عرفة وشكرا مرتشى. خلينا نشوف. يلا بخاطره ان شاء الله ما يبدو الحلقات اللي حاطيهم بأدانك، ان شاء الله عجبوك. عجبونا؟ انت شو خصك اذا عجبونا ولا ما عجبونا يعني؟ هي مش انا ما قلت لي؟ لا هو خصه هو اللي جايبهم. نعم؟ ايه انت اللي ايه انت قلتي لي انه هدول هديه منك ومستحلتي لي اياهم يعني؟ مزبوط هذا الحكي ناخو بان عني، انا ختمتهم وانا نقيتهم وهذا ذوقي وانا نزلت جبتهم من السوق، بس هو اللي دافع حقهم. هي الصراحه الصراحه هاي ما رجعيلو ياهم. مشان الله يا دنيا، مشان الله لا تكسري بخاطري. يا استاذ جودات انا ما بحبك ما بطيقك، يعني ما عم تنزل لي من زور علقان علقان بجي بدي ابلعك بغص ما بقدر، يعني انا اذا عندي هيدا الشعور يعني شلون بدي اتجوزك؟ دنيا يا نوحي يا قلبي يا عيوني نيح نيح طلعي فيه منيح، دققي النظر شوفي شوفي شو كيوت كيوت خلص فهمت عليك فهمت عليك. نوحي نوحي انت نوحي انا بتصنع نوحي اذنك يعني. من بعد دنيا بنكون مع مريم مع النجمه هيفا وهبي ومع مسلسل عم بتابعه احداثه مع ملك سيده الاعمال وشقيقتها التوأم مريم يلي عندها مشاكل كثيره نفسيه واجتماعيه وكمان ما بتقدر تحكي بعد ما كان تعرضت لصدمه بوفاه بيها. خلينا نشوف الاحداث. ايه ده؟ ايه كنت بدور على ولاعه في شنطتي؟ ما انا بدور عليها فين يعني؟ في البرا بتاعك؟ ليسي انت في ايه يا مريم؟ مالك محسن انا بسرقك ليه؟ انا ما قلتش كده. كان ناقص تقولي كده كمان. على العموم الولاعه بتاعتك اهي مش عايزها. يا حبيبي مش قصدي، بس انا ما بحبش حد يدور في شنطتي. انا مش حد، أنا جوزك. وبعدين بذمتك هشوف إيه أنا في الشنطة أكتر من أنا بشوفه؟ وبعدين ريحة الفانيلا الحلوة دي؟ أنت متعود عليها لسه شاممها. بالحلقة الماضية من العشق الأسود يلي عم نتابعه بعد الأخبار على شاشة الام تي في، بالحلقة الماضية تمت الخطبة وقدروا أهل عمر أنه يكونوا على قد الموقف، ولكن إيلان حاسة حالة يمكن أنه تقلت عليهم بالوقت الكتير في أحداث عم تدور حواليهم. خلينا نشوف. شبك بنتي؟ ليش واقفة هون؟ كنت حابة أحكي معك شوي. احكي حبيبتي شو القصة؟ أنا بتشكركن كتير، بس حاسة إنه ضايقتكن، يعني إنه جبتوا كل هالذهب كتار، ما كان في داعي تشتروهم كلهم. شو هالحكي هاد يا بنتي؟ هيك عاداتكن. إنتي لا تاكلي هم، لو مو قدرانين ما كنا جبنا لك ياهن. عن جد ما كان في داعي أبداً. صحيح عمتي حكت قدامك، بس هي عم تحكي عن عادات أيام زمان وما كان قصدها شي تاني. العادات هلأ تغيرت. بعدين أنا ما بهتم بالشكليات أبداً ولا بحب الذهب، لهيك أنا حابة أرجع لك ياهن مشان. لا بنتي اصحك تشلحيهن. انتي هيك بدك تزعلينا منك عن جد وتخلينا نتضايق كتير. ما شفتي عمر شو مبسوط؟ اذا سمع منك هالحكي رح يتضايق. انا ما كان قصدي. شو ما كان وضعنا نحن بنفهم بالاصول، لهيك ما بدي اسمع منك هالحكي مره تانية، وبتمنى ما تجيبي سيره قدام عمر. ماشي؟ بتعرفي قديش حساس بهالقصص واكيد ما بيهون عليكي زعله. أما بالحلقة القادمة من العشق الأسود الليلة بعد الأخبار فأكيد في كثير أحداث بنعرف عم بتدور حول قصة هالحب، أحداث صعبة وخطيرة، وبهالوقت إيلان بضيقة. خلينا نشوف. you
لا 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 لا. عشق الأسد الليلة بعد الأخبار بيتبعوا بموضوعية مع الزميل وليد عبود وضيوفه لنشوف تحليل سياسي للأوضاع بالبلد، خاصة أنه رئاسة الجمهورية اليوم فيها ضبابية كتير كبيرة، لنشوف إذا ب16 الشهر رح يكون في جلسة ورح يكون في رئيس ولا لا. أكيد التحاليل كتيرة بموضوعية الليلة 9:30. خلينا نشوف. هل يتم انتخاب سليمان فرنجي رئيسا في 16 كانون الأول أم أن العقد لا تزال مستعصية؟ هل يعود الحريري إلى بيروت؟ هل يضمن فرنجي بقاءه رئيسا للحكومة؟ هل يرشح جعجع عون؟ هل يؤيد حزب الله فرنجي؟ هل يزور فرنجي الرابي ومعراب؟ ماذا عن قانون الانتخابات والتسوية الشاملة؟ طريق بن شعب عبدة بين مفارق الرابي، بيت الوسط، معراب وحارة حريك. ملف يفتحه وليد عبود مع الدكتور أنطوان سعد، الصحفي علي حجازي، ومن باريس مع رندا تقي الدين، بموضوعية الليلة 9:30 مباشرة على الام تي في. بهالوقت طبعا البلد معيد، العالم معيد بعيد الميلاد، متأمل أنه يكون خير على الجميع. بهالوقت أنا كمان بشكر سوريوم صليبة على زينة استوديو، دايما زينة مهمة بالعيد لأنها أكبر تعبير عن الفرح يلي جواتنا. خلص وقتنا لليوم بألايف، موعد جديد بكرة الصبح مع مجموعة جديدة من المواضيع. باي باي.